الزكاة للحواشي الأخوة وغيرها؟ يعطون الزكاة؟ الأخ يقول هل يعطى الحواشي من الزكاة؟ والحواشي هم الأخوة، وهذا في تفصيل. إن كان يقضي دين أخيه من الزكاة فهذا جائز، لأنه لا يتعين عليه سداد دينه، فلا هو يقضيه من الزكاة. وإن كان هذا الأخ فقيرا وأخوه غني، فإن تجب عليه نفقته الواجبة من مأكل ومشرب وملبس بالمعروف. ومن تجب عليك نفقته لم يجد لك إعطاؤه من الزكاة. وأما في حالة أنه لا تجب عليك نفقته، كأن يكون هذا تحت سلطة أبيك، والوالد قد يكون مقترا في النفقة على أولاده، فأنت تعطيه من الزكاة في هذه الحالة ويجوز، لأن هذا ممن لا تلزمك نفقته وهو مستحق للزكاة. فهذه صارت صور للأخ. ولكن أؤكد على مسألة سداد الديون، وهي مسألة مهمة، أنه ممكن في صور وحالات يسدد الأب عن ابنه الزكاة. نحن نعرف أن الأب يجب عليه ينفق على ابنه، لكن لا يجب على الأب أن يسدد ويقضي ديون أبنائه. إذا كان على ابنه دين فللأب أن يقضي هذا الدين من الزكاة، كما أنه له يقضي دين فلان من الناس فليقضي دين ابنه من باب أولى.